احنا اليوم جينا من كثره التراكمات وكثره الوقفات اللي درنا في امام العماله وامام البشويه. هاد الناس هادو ما بغاوش يعطونا الحق ديالنا، اللي خولوا لنا الدستور ديالنا وخولوا لنا صاحب الجلاله نصره الله اللي عطانا باعاده الايواء واخراج السكينه من السكن غير لائق. اللائق هذا احنا ما شفنا لا لائق لا والو. الاغلبيه ديال سكينه الدوار الوضعيه شي من الطبقه الهشه، طبقه اللي ما عندهاش وما فحالاش، الاكثريه عندهم اطفال كيعانيو من امراض عقليه ونفسيه وما الى اخره. حنا كنتمنوا مطلقات والارامل ما الى اخره. حنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انهم يشوفوا فينا بعين الاعتبار. حنا راه اخوان ديالهم كمغاربه، حنا ماشي خارجين كمغاربه. والخطاب اللي عطاه صاحب الجلاله عطاه للمغاربه قاطبه، ماشي عطاه لينا حنا، ماشي جايين من شي مدينه اخرى ولا من شي بلاد اخرى. حنا كمغاربه الحمد لله كنتمنوا الخير للجميع، السكينه بدون استثناء. وهذا ما كاين حاليا. الجديد ديالنا انهم تيوعدونا بوعود ولاني ما كنتوصلوش هذاك الوعود. مره يقولوا لنا عندكم حق، مره يقولوا ما عندناش، ما عندكمش حق. مره سيروا ديروا شكايه، مره صافي الشكايه راكم دفعتوها. جينا لهنا للعماله وقالوا لنا ما عندكم ما تسالوا والو. من كثره الغيظ ديالنا ومن كثره الحقره اللي تحكرنا شنا المراه ديالنا. وحنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى ومن الاخوان المغاربه قاطبه من طنجه القويره انهم يوقفوا مع هاد الناس هادو اللي حنا في امس الحاجه للوقفه ديال السكينه وديال المجتمع المدني. حنا دابا شاريه انا صندوق في ولاد العياشي، شاريه بسبعات المليون، شاريه صندوق ماشي نعنو كانت عندي بقاعة بني، شاريه صندوق. واليوم من يركبوا لينا عاودونا بوعود كذوب. اليوم جي غدا جي، اليوم جيك ملي كنجيو هنا تيجريو علينا، تنمشيو للباشا تيجريو علينا، ما عرفنا فين غناخذوا حقنا. مشينا للقصر حرمونا من القصر، ردونا في الطريق ما عرفناش فين غادي نصدوا. حنا كنطالبوا بحقنا، ما كيحرضنا حد، ما كنحرضوا حد، كلك عيط على حقه. بغينا حقنا بصاحب الجلاله، الله يزيد في عمره والله ينصره، الله يجعل سيدي ربي شافيه وبسعاده القوه العماله والمساعده كاملين، كامله القوه المسلحه كاملين. حنا مساعدين ليها، ما دايرين فوضى، ما دايرين غوت، ما دايرين حتى شي حاجه. كنطالبوا بحقنا، حقنا وحق المسلمين. الله لا قلع لشي واحد حقه. انا كاريه بس علاش؟ ما عطاوناش حقنا، ما استافدش، ما استافدناش، ما خدنا لا حقنا لا والو. ايوا شنو قالوا لك باش ما استافدش؟ هما كنجيو للعماله كيقول لك غنعطيكم اليوم، سيروا غدا، سيروا اليوم، سيروا غدا، سيروا. ثلاث سنين ورا طالعين في ثلاث سنين، ماشي عامين، احنا طالعين في ثلاث سنين، ما عطاوناش حقنا. حنا كنجيو هنا تيجريو علينا، مشيو للباشا تيجري علينا، ما عرفناش من غناخذوا حقنا. كنطالبوا بجلاله الملك الله ينصره، الله يزيد في عمره، الله يخليه ان شاء الله هو تاج راسنا. بغينا حقنا. خويا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. زقل لي الاحصاء، سافرت جيت لقيت الحجر الصحي ما لقيتش فاش رجع، وعندي اثباتات بلا كنت في المدينه اللي كنت فيها. مني جيت لقيت الاحصاء فات عليا، مشيت قالوا لي صافي كون يعني راه غادي يكون، ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. مني وصل داك الشيء ديال الترياب قالوا لنا راه صافي كونوا هانيه. جا القايد قال لي صافي هي ليبي ما تخافيش. مني ليبنا قالوا ديروا الشكايات، غاديين دابا تقريبا راه جايه لدابا عام ونص ولا اكثر من 2022 درنا شكايات. باقي دابا غاديين جايين كيقولوا لنا سيروا، باقي ما نبداوش معاكم. دابا ولاو كيقولوا لنا ما تستافدوش، الناس اللي تحصاو هما اللي غادايزين، واللي ما محصيينش ما غاديش يستافدوا. وهادشي اللي كان، هادشي اللي كنطالبوا عليه. هادشي راه يوميا كنجيو بعض المرات ثلاثه المرات اربعه المرات في السيمانه انا وبعض الاخوان. ماشي هادشي كلشي، ما كيعطوناش وقت، ما كيستقبلوناش، وبغينا دابا حقنا. كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا بحقنا. ربي العالم بينا، وانا ما عنديش كون عندي انا راه ربي العالم بينا. شاري واحد البقعه في الارمله، وعندي الولد مخليه مع جداتو، كنت خدامه هنا غير في الدار في الدور مع عباد الله. سافرت انا جيت من جيت لقيت مريبوا لي البراكه ديالي. انا كنطالب بحقي، انا عييت ما نمشي ونجي. خرجت دابا من الخدمه جالسه، ودابا انا عكاريه وما عندي اللي خلصني كره، ما عندي لا راجل لا والو. انا ولدي وانا مريضه بالدار، عييت ما نمشي ونجي. انا كنطالب فيكم تعطوني حقي، انا شارياهم مسلفه من عند عباد الله. انا كنطالب فيكم تساعدوني تعطوني براكتي، انا مزوقه فيكم. انا ما عندي حد، ما عندي حتى واحد انا وكي، انا كنوكي على سيدي ربي وعلى سيدنا يساعدنا ويعطيوني حقي. انا عايشه انا ولدي باه ميت، انا كنساعد بكم، انا مزوقه فيكم، وقفوا معنا شوفوا فينا لوجه الله وهاد العواشر.